من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لرا فكرتني كتي بكشف الشبهات لبردستانا لفصل ششما مؤلف رحمة إخوائي لبي باس لەوەکە کە پێویستە هەموو کەسێک کە ڕێڕەوی پێغەمبەرانی گردۆتە بەر خۆی پڕچەکە بە عیلمی شەرعی، وجوب التەسەلح بالکتاب والسنة لدحض شبهات الأعداء، بۆ ئەوەی کەوا بەرەنگاری شبهە و گومانەکان بیتەوە، کاریگەری لەسەر دڵ و دەروون و دینت دروست نەکا، او تاك الرقى بريتيه لتي العلم الشرعي، علمي كي شرعي فيربي، علمي شرعي بريتيه لقرآن والسنة بتيقشتني سلف صالح او علمي الشرعية. العلم ما قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، وكو ابن قيم ده فرمي علم تي بريتيه لو بلاي خواي قوله وادا فرمي بيغمر وادا فرمي عليه الصلاة والسلام، صحابة وين فرمي او علم يتر غيري او كسب عقلي خوي قصدك كسك خوب وخلق اجرته كسك قياسات بكاره هنا، وكو امام الشافعي ده فرمى كل العلوم سوى القران مشغله الا الحديث والفقه في الدين، ان العلم ما كان فيه قال حدثنا وسوى ذلك وسواس الشياطين. أفرمي مؤلف إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، كتو أود زانيك كساني كان شبه درستكن لسر أو رقاراسة دانشتون أم كسانش بلاغة فصاحة يعني روان بيرجن لقصة كردنا و علمي كان بيه كلاي خويا عن علمه ولا ام لاصط اساسا همو شبهه وقمانه وحجه وبلقي لاي خويا اقرنا لحقيقته راستيا همو يبوشو بتالا بلا ام خويا بعلمي دادنن بحجي دادنن خويا بفصاحته بلغ لقلم ددن دانشتون لسر جاي راست. فالواجب عليك ان تتعلم جاكسي بود دانشت بيت يعني زياتر چون علي خوي بو ملاز داوي لوي كسب بيو بيت چون كا كشوني خوي گرتو ناوي بريدا ناوي به اساني بر راجگا كه دانشتو بو بو پيوي سر سر شانت ان تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال امامهم ومقدمهم لربك عز وجل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شيطان كدجمني هرقوري مروفايتية بيشهمو كسيكتر يعني لقلوي كشيطان جنوكيا ودجمني مسلمانانا وديانو لخشتيان برن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. دجمني هم مروفي كيشا هربوية زوربين مروفا كان يدر كردوها وخشتيان يتشوني خوي تا هميان بري بري أقري دوزخ. دجمني كسر سخت داوي زورة لسر رقا كان دانشتوا خوي ملاز داوا ديوي خلق لرقا راستكا لا دا بوي باليني داوا و وادا زاني سبب ياخي وسركشي ودور كوتنوي لرحمه اخوا كيبوا ادم نوكاني ادمه بوي هرشي بيه بكري لا ياخي بونو لا داني نوكاني ادم لسر صراط المستقيم او دريغيناكا چونك اولاي زور زور غوريا ك توبرو بهش بروي ولا بيناوي باوكا غوريتو يا او يا خيبو اگر چي يا خيبوني خوي كخوي وا دزانه وا لكي دداتو كيمين مرو وكان ادم بو تسبب اوي كوا او يا خيبو وخوي غور له بهج دري كرد ونفرتي ليكرد اگر نال حقيقه خطاك خوي بو
خوی یاخی و سرکش بوا خوی سوزدهی با خواهی گوری نبرد خوی به فرمانی خواهی گورو میربانی کرد هر بویا شو روشی لیگناوا بو اوی کوا خوی و بری چی کش لمرو وکان که بسرباز بو خوی بو جایتی کردنی مسلمانانو ریگری کردنیان لوی کوا نگن مبهشت بلين داوى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين لهس الرجيك وبزانم ليو لخشتان دبم ليو بيدم أجر بزانم لاي راستوا لاي راستوا أجر بزانم لاي تشبوا لاي تشبوا بزانم أم كسب بارة هلا خلاته لري بارة وبيدم لخشتي دبم بزانم أجر بارة لخشتي نابا آفرتك لري آفرتك وبيدم أجر بزانم دنيا لخشتي نابا لري بدعة وخرافة شريك بخابر يردانه وبيدم رجي يجقار يجقار زورا ولا تجد أكثرهم شاكرين أبيني كزور بيان سباس غزاري تونا بنأي پروردگار فعلا قصة كيدر كودي عنا خواهي قورا فرمي ولقد صدق عليهم إبليس ظن فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين لصورة سباها يعني أو قمانيك هيبو سبارت بويك والزور بين وكاني آدم لخشت بريه هات دي فعلا وادر شو بلا مؤلف دفرمي ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا بلام ضلي أجر تو بيوانديد لقال خابه يزبه أجر تو كسي علمي شرعي لعبه كاتك جابوا شبه كان دقيت دزاني زور زور لوازة بو تون كم مصدر أم شبه أنا لكو ده شيطان درسي دكا أو لا أو ده إخوائي قرده فرمي إن كيد الشيطان كان ضعيفا يا كم شو تخوي كيدا فيلا فيلا شو خوي تيا لشتكي لوازة أم شبهانة تيا كيدا فيلا فيلا خوي تشتكي لوازة إن أخوي تعالى فرمى إن كيد الشيطان كان ضعيفا الشيطان يجبو خوي بران بر بإيمان دارا زور لوازة كواتا ضعفك لدو جهة ويا لجهة كيدو دارشتنك وشبهة كويا واروها لجهة أو كسش كوا دري دبره وطرحي دكا ودعو بانقوازي بودكا كابو هيس ترسي نسر ونية كإنسان روجك لروجان اگر علمي شرعي لابو لو بترسي كوا لخشتببا والشيطان في اللي يبكى والعامي من الموحدين بويدا فرمي كسي كي سادة لنا موحد كالسر أساسي يكتاب برسي وتوحيد قشي كردي بيو قور أبو بيه يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين هزاري لو بناو زاناني عند بزيني بوشك أم فطرتي أم حقي لا كتو حقت لابو بهمو دنيا لسر باطل بيه زرري نيبو تو لسر حقي تواو شكو أخوائي قرد فرميسي وإن جندنا لهم الغالبون سربازاني إيم أخوائي قرد فرميسي أوان سركوتون جاباك مجبن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كابو كسك توحيدي لابو دزاني أما توحيدو يكتابرستية بهمو دنيا بله لقال خوا جائزة كسي شيتر ببرستي كابران ناتشي بعقلي عرب بفطرته بس رشتي يا أمر أبو ناسي فاشان دفر من مؤلف فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم غالبون بالسيف والسنان أهل السنة جماعة كميجو وكيانو دريجبونا وكيان بو كي دقرتوا بو سرجم پیغمبران دقرتوا بو سرجم پیغمبران دقرتوا بو آدم دقرتوا باشا بو أبي دريج دبيتوا لآدم وهتا أمره وتا روجي قيامت أهل السنة جماعة بحجو ببيان هيج كسقناتو أن الروبريان بيتوا أبد ناروخين لبرانبر هيج كسيكا بحجو ببيان شكو اوان حق يان بيه بلام هرچي صيف و سينانا شيرو تيرا شر جستي رودا جاري واهي اوان زالبنو زور جاريش باوردارن زالبن زور جاريش باوردارن زالبن افرمي وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح ترزا سر چيا ترزا كسيكا كوا آلاي دعوه وبانغوازي وريغاي پیغمبري عليه الصلاه والسلام برز كردوتوا لكاتك علم شي بينيه برچاوي شي روشنيه
پیشی خوی روناگ نیه. تو بر رجای کابری و کوباس مان کرد لپیشتر. دوی پیشت روناگ به تا پیشی خود بدینی. به تایید اگر سر و نشی وی تیابه شاخو دولی تیابه نک بکه وی تصاله کو قرته کو ملی بشکه دوی پیشی خود روناگ به دوی علم شرعیت پی به تا او رجایت و روشن کاتوا لسر بصیرت و علم بیت. بلام که کسی اگر چاوی خوی نبینی به کوران رویشت به بی علم او کاتا اگری هموش تکه رنگ بکیو تا قورت تکوا کتای به جیانی بیت بایه به بی علم اگر کسی که هر بردوان به رنگ روش اگل روشوان شبهی امو شبهی او شبهی او تأثیری لیبکا و هر وها لدینی خواه گورو مهربان گمانی بود روز به افرمه وقد من الله تعالی علینا بکتابه الذي جعله خواهی گورو مهربان منتی رجانو بسر مانه نعمتی که زور گوری داو بسر مانه کبریتی لسی او قرآنی که لبردست مانه گورترین نعمتی خواهی گورو مهربان بسر مانه چی او قرآنی که لبردست مانه خواهی گورو فرمه ویوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أما موضع الشاهدة ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء رون كرنوي همشتي كتاب دعايا لو كتب يستد بيبي لأمور دينك يخوت بل كل أمور دنيا كشت وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ديسان أم كتابت كتابي كتيا كتابي هدايته كاتي إخواني توليتي يجي هداية ورقري ورحمة رحمة بزي خواي قولو مربان درجة بسرتا وبشرة ومجدي زور قوريتي أبو مسلمان كان فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها هركسك بناوي الدينوا حجيش باطل بينه بلغي كي پوچو بطال بينه لسر رقا پوچو بطالكي شبهيك بينه بيو ساغي كاتو بسرتا لرقي او شبهيو تو لخشت بره برو فكر قمرايكي خوي بدبا إلا وفي القرآن ما ينقضها ترسن به لقرآن دان راو بصريحي خواي قورو مهربان وشبهي بطال كردوتو يحر بصراحت خواي قورو مهربان باسي او شبهي قماني كردوا وبجواني بوتي بطال كردوتو كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل بمثل يعني تي بشبهة هيك كاتي شبهة كذبونا هي النوى خواي قورا فرمي إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا إلا جئناك بالحق إلا حق بيني لناو كتابي خواي قورو مهربانا ولسنتي بيغمري خواي عليه الصلاة والسلام وأحسن تفسيرا كجوان ترين تفسيري وكرابي جوان جوانترين رون كرنو درابي لباري او حق او راستيو قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة أم آتيش عامة لا لينا فيها مثل اشتيا نكرية كاتبوا النكرة للسياق نفية تفيد العموم عام هم شبهيك دقريت وتاروجي قيامة درس النبي بلي أمبو أو واختبوا استاكو مالا شبهة هي تازه رنگ قرآن ولا می نبی بوی یا لسنة کانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولا من ندره بیتو نه حتی روزی قیامت هر شبه و گمانک درست بکره لسر ریچکیچ خوار و خیچ الا لقرآن ولا مکی دبینی تو بإذن خواه لفصح و تما فرمه الرد على اهل الباطل اجمالا وتفصيلا كاتي كوا ايما الرد اهل باطل دينوا ردی شبهه یک دادینوا، ردی بیرو بوچونه چی بطال و پوچ دادینوا، دور رگمان لبده سایه. جاری وای با مجملی، با کرتی والامی دادینوا پیوستکا، جاری واشه با تفصیل، واتا با وردکاری، تفصیلی پی دادین. وردکاری زیادری لو باره و باسکین با اوی که رون کردنوی زیادر با مسلمانه بدین. افرمه و انا اذکر لک اشیاء، مما ذكره ما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا دفرمه استامن ليرو دسبيدكم بويكوا لقران وسنتي بيغمر خويا عليه الصلاه والسلام
بلغت بودين مو لسر همو او شبهاني كوا اواني كوتونتنا او شريك بخواب الرياردان و اي هن و دجي ايما يعني كابرا بدوري غوركا دا سرعتوا كاكا لسر چه اساسك بدوريام غوريا سرعتوا آخر خواهي قورا فرمي وليطوفوا بالبيت العتيق يا كابراك و قرباني و سربرين لسر غوركا آخر قرباني چون بو أماكي خواهي قورا ببيغمري فرمو عليه الصلاة فصلي لربك وانحر رنگ شبهد بو بينتوا قمانك بي قسيبكا چكو آو هذا سوستان ناوستي شتيك دينتوا يتر جاري واهي حديثي كي موضوع بو دينتوا خواهي بو باسكا یا رنگ آیت یک شد بو بینتو بلام هیچ پیوندی به باسه کونیا هر بویا مؤلف ده فرمه ایم ببلگی قرآن ولامی ده دینو بخو خیال ولامی نا دینو بحادیثی ضعیف بآیت قرآن و بصریحی و بجوانترین تفسیر افرمه فنقول جواب اهل الباطلی من طریقین همو کسی که خوانی فکریشی باطل بیت کاته کرواج به فکر او بیرو باور رو رګه پوچکه خو دیده او کوباس ما کړ د توانی به دو رګه روبروی بیتوه بد پر چی دیتوه یکمن به کورتی دوهمن به دریجی به کورتی اوی که جاری وایو ازانی شو نه کوا به وستکا به چن کلمه کولامی بیتو تو جاری وا شو نه کوا به وستکا حالتک دا خوازی او دک تو به تفصیل قسب کیت چند دقات چند کاجر لسر او بدوی بو اوی کوا او شبهه بلاو کیتو حسب پیویستی وزعکو کاتو شونکا اما المجمل افرمی با کرتی اگر ویست طولام امان بیتو فهو الامر العظیم والفائدة الكبيرة لمن عقلها بو کسی تیبگا فائده کی زور گوره یعنی کاتی کی زور دلی اگر رینیتو وذالك قوله تعالى اوجلم آتی خواه گوره بدی اکره كخواي جورا فرمي هو الذي أنزل عليك الكتاب أي محمد عليه الصلاة والسلام الله أو خدائك وقرآن بوتو داقرتوا منه آيات محكمات هنديكي آية كاني شيء محكمة ما لا يحتمل إلا معنى واحد محكم يعني شيء يعني يكمانا لأخو داقري تواو معناي تر لخو ناقري غيري أم معناي نية نال لغي عربي نال لهيج تيكي كيا لهيج زمانيك غيري أم معناي نية دو معناي نية يك معناي هي آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وشان آياتي كشي سيا متشابهة متشابه سيا ما يحتمل معنيين دو معنى دادا ببيع ويكوا ترجيحي معنىك بدي بسر اوكي كيانا مرجحني لبيني هيك يانا او متشابهة باش ابرا هل ويستي اما چي ابي لبران براما يا متشابهة كان اقرين وچي بو محكمة كان چوكا تناقض نيلا نوانا اتكاني قرآنا لشوين اخواي قورا بلي وايا و لشوين اكش بلي وانيا يعني يبو نمونا كابرا ايشي نصران اللي ما راستو بي بله من بلغم هي لوي كخواي گور هر خوي نيه چن خواي كن بلغت سي كاكا لقرانا خواي گور فرما ان نحن نزلنا الذكر ايما قران من داگردو ايما بو جمعه كو بو خو هر خوي نيه عيسى شي لغلا مريم شي لغلا بيكو اون هر سي چن قران انداگردو چكو بو جمع با سي كردو نحن معناه جمعيتي يا انا سماءاتك شي متشابهه بلام ايما سي الين أرين خواي قولي لآياتك محكمة لصورة إخلاصها فرميتي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خواي قولي تاكو تنهاي ما نشتري غيري أما نحن للغي عربية بو تشيوتي بكاردي كسك تعظيم بنفسي خوي بدا بو بكاردي تنها خويتي تعظيم بنفسي خوي دا كأما خواي قولي وما بستيتي وبو معناه ايش كش بكارده كبريتي لوي كوا چن كسيك بن او قصيب كن يابو كارا هستن باشا بلام ور لم آتيك اخواي قورا فرمي قل هو الله احد آتيك محكمة يك معناه اخواتاكو تنهاي لم يلد ولم يولد
لكس نبو كس شيلي نبو ولم يكن له كفوا احد. هاوش تكب رايو كتاي بهاد اهل السنه بمشي تعامل لك القران اكن او ها جمعك لني وانا اتكاني قرانا شكو اقر بمشي وي ما مرنك لك القران او قران دبيت دش بيكتري ديدي بقي يكتريا او كاتا انسان تشي كفري زور قول دبي خوفنا مامدا. فاما الذين في قلوبهم زيخ ضلنا خوشكان خاون شبهكان او كساني كلارين او كساني كسركشن آيتي محكم متشابه لبردسايا دزبو كامي عندبن فيتبعون ما تشابه منه دزبو متشابه دبا بوتي ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله دوي فتنة درسكا هركسك كشبه درستكا خاوني فتنة كسي كيف فتنة چية بمعنى اويكا و آجاوتشية وصر لمسلمانان تيكدا وصر لمسلمانان دا شوينه دوي مسلمانان قمرابكا هركسي دز بو شبه بره وهروها آيتي متشابه بكا ببالغة بدستي خويه و تاوكو برو برقا فكرة بوچو بطالكي خوي بدا او كسي كيشية صاحب فتنة وابتغاء ديوي هندي كسي ديوي تعمقك تكلف دكا بويك وخوي لي حالبك لكاتيك شا تأويلي آما دبيب قرته بلا رب العالمين وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم أي أوانيك لعلم زانست زانياري الشرعية دستي بالاين هيا موقفي أنشيا يقولون آمنا به دلن إيمان من بهرهم هي كل من عند ربنا هم لا يبروردقار وهاتوا وما يذكر إلا أولو الألباب كواب أهل السنة وجماعة دسبو تدبن بآتي محكم تنك أوتي أم الكتابة. أما كسيكي باطل كسيكي خواروخيت كسيكي قمرا وقمراكر دسبو تدبن بو متشابه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قروانة أنبيني كشويني متشابه دكوان أما أو كسانا كخوانا يبردون لقرآن فاحذروهم فرميتي فاحذروهم خوتانيان لي بباريزن جويبو مقرى إهمالي بك نزيشي ما كوروا. مثال ذلك بونمونا إذا قال بعض المشركين هندق لو أنك كوتونة تناو شريك بخابر ياردانا أم آيتدك ببلغة بدستي خويا ودليت شي خواهي قرد فرمي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باش كسيكا دچته ديار گوري پياو چاچك ولي اگله ولي كاني خو دچلوي چيكا داوي شفاعت تكاي دكا دچلي د پارتو دچتي خوي پياده ساي داوي منال ليكا هاوري پيبا كاتي پيبلي كاكا ام كارانا شايستي ا ام مردونيه لو والله ما دليتي بلغكيتي ا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دوستاني إخوة ندى ترسنوا نخم خفتي شان نسرة يا باشا ما تحلقي بسره يا باشا أما كي بلغي لسري شكيتو تقول لك شو هنا تبوي شو يعني حرشتك كلفظي وليت يا بيت بيت التوبو إيش أخوارو خيسكاني خود بكاري بيني يعني إخوة قورة فرميتي ترسي لسرنية كسك دوستي خوابي وليبي وهروها خمو خفتش انا بلام خو وتي برو داوي لبكا وتي برو ليبي باريروا وتي برو دسي بيابسه وتي برو بسري عباس دا افرتو داوي من دالي لبكا كو اتا بس اوشتاني تيايا او جاله والله ما دليتي كات اتا كذا خوينته وام كسك هو قري دارو بردو غوربوا وان الشفاعه حق دليتي شفاعه حق كاكا وأن الأنبياء لهم جاه عند الله في غنبران مكانتي أنا إلى إخوة أو ذكر كلاما
للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله جاري واشي رنقليره ولوي حديث شي باطل حديث شي موضوع او باشي نيلوا حديث ضعيفه موضوع جرينك اويا چونك كسك بكيت انا ودرياك او خريج ببخنك چون دزبو تلداري شي گيس كرده دزبو تلپوش كش دبا بو ايكوا خوي بيو بغريو رزگاري بيبي اهلي باطليش لناو فكره گمراكي خويا انا غرق بون خريك بخنكين حديثك موضوع عجبه باشاني ما دام حدث به هنا استدلالي بيك على سر فكره باطلك يا اخوي وانت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوه بقولك ان الله ذكر في كتابه ان الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه استأمو امانتي متشابهه يعني بصراحتي امشتان باسكاك ام كابرا هو قريبوا دسي بي وداوا ابد كوابو توبو لسر عبادتي شي اگر راستك وكو روجي روناك عبادتك صحيح بينا بلقيك صريح بينا باشا انسان لغورك بباريتوا عبادتك قورت لي ادركات نجي سنتك طبعا تو لغورك بباريتوا اگر بعبادتي بزاني والصحيح بهم عبادته أميان شيء قولت رأى كما بريتيا للتوحيد بظني أوان طبعا ديارة تيانا هي لو يا أخي وسركشانا دلتو الدواب كي تقورك أو توحيدا واسري لي الشواوة دلتو هاور بو بيغمر دبي عليه الصلاة والسلام إن جاتهم موحدي قمراكي قيشتو تأو آستا ديارة دور کات نیوزه سنت که چند جا پرسیاری لی دکه ما مستعام دور کات نیوزه آیا بلگی لسره لقرآن و سنت آیا پیغمبر کردیه تی نیکردوه بیکم نیکم لم کاتیا باشه یا خرابه آیا رجد را ولم کاتیم دور کات بکن پرسیاری زور که کسی تی سر او گر دعایی لی کال خول کی دبات او خوی پیاده سای دعایی من دالی لی اکا نخوشی دعایی ولی دکه نخوشی لی پارزه کچی ناگر بزانی آیا میشه که آیا بلگی لسر یا لسری نیه خوار رگی پیدا و یا رگی پی ندا کواب اهلی باطل بردوام چی اکن دست با متشابه دبن بلگی که هیچ علاقی با عبادت و نیه که ام دستی پی و داوا افرمی وما ذکرته لک من ان الله ذکر ان المشرکین یقرون بالربوبیت و ان کفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون مشرك كان كاتي لو بتانا نزيق دبونوا بتكان يعني كردبو بتسي بشفيع لبين إخوان وخوايا دانود اما پیسین خرابین خلقی ناشیاوین شایسته ونین که راست خدا علا خواب کن اما نمان کردوتا واسطا تکا کار من تکا من بودکن لخواب پارانو کن من دگنن بخوا اما اعتقادیان هبو اگر نه هیچ کات باوریان بونه بو که او بتانه چیه خالق رازق جیان و مردنی اوان بدستی او گوره ابد ای که بو چی بیرو باوری کن هی اگه اگو یعنی قناعتی انوابو دیانو چی ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إما بوية ديان برسين بوية كنزيك ما كانوا الأخوة ما نعبدهم أصلا هر عبادة يان بوناكين تنها دعوين ليكين بوية كوا الأخوة ما نزيك كانوا يعني قسي من بقينا بخواي قورا خواي قورا فرمي خواي تبارك وتعالى قيل لها مشتكة ده تبي للرقي أوه دنجي خود بقيني إخواي قورا آقاي لتاريكي جرزوي هي آقاي لناو درياه هي آقاي لأرض وآسمان هي پیوستی با ونیا که تو لرگی کسی که و دنجی خودی پیب گینی و پاران و هوا رکانی خودی پیب گینی. هذا امر محکم. یعنی چی محکم؟ لواي كوا مشرك كان دارو بردو بتو پياو تاک كاني اند دانابو ما بست پيتي بو بيان كان با شفاعت كارو تكاكار لبيني خوان و خوايا. خوات على واي فرموا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. أما محكمة يعنى شتيك معناه يشتري لخونا غير غيري أما هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه
بو غیری ام معنی هیچ معنیش تر بکار نه اندره تو بی کابرا کاتی کبون من داوال اولیاگ دکا ل پیاچاک دکا ل گورگ دکا کاتی بلی کاکا ام ایشو محرمه تو ایشی مشکان دوباره مکا مشکان دوباره مکا ل والا ما بلی کاکا او بتی پرستوا خو من نای پرستم تیگی او اعتقادی بو بتهبو دلین او اعتقادی هبو که او بتدرسی کردوا او بترزقی ددا جیان و مردنی او بدستی او اگر بلی او رازگون بو لقسکیا و ناش توانه و ابله چونکه آیتکانی قرآن و آنالن چونکه ما آیتکانی قرآن ما خونه ول پیشتر آوان لبی روباوری ربوبیت هیچ کشیان هبو مشرک کان هیچ کشیان نبو لوی کوا خوای جوره بتنها خوی درستی کردون او بر روی آن دبا جیان و مردنی آن بدسته ضرر و زیانی آن بدستی او کابو کشکی آوان لوی آیا مشرکانی سردمی پیغمبری خوا علیه الصلاة و السلام كوا ام بتانيان كردوتا واسطه وسيله لبين اخوان واخويا داوالي دكن ليدا بارينا وهواري بيدكن قرباني بودكن الى اخر العبادات لقلوي كوا كومل اشتكش يعني بلوي كباوريان بروجي قيامت نبوا كومري اشتكش يعني نبوا بلام اساسي عباده خرافيه كان بريتي ولا شي لوي كوا داوان لغير اخويا غورو مهربان كردوا واروها فنان بغير اخويا غورو مهربان بردوا أفرمي وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله يعني وكو باس ما كر كابرايك مشركي نصراني بي باستدلال بآياتي بكالة سلويك وخواي قوربتنها خويني لأسمان عيسى ومريم الشي لقلايا بوي كان نحن بكار بينه او اما او كاتارين شي ايمان من بكلامي خوي جوره هي وهروها تناقض دجاتي ني لنيوان ايات كان قرانا باشا تكر بايات شكي محكم متشابه كمان قرانا وهي تناقض يقني لبيني انا بلام او هلا سي شيكا تنها متشابهه كا هلا بجيري چونك لقل مرامكي خويا رنگ ليرو لوي چن مسلمانه چي بهال خلطينه أفرمي وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم كواب لو روي كواتو دز بقري بآياتي محكمة واروها متشابه بقريني بؤو أمتشي أكارك زور عظيمة لزورك لمشاكل شبه كان در باستبه بوي أموا چکه همو شبهه یک اگر آیت قرآن شی بو بهند رتو آیت کم حکم نیه دل نیابن آیت گچ متشابهه او متشابهه بقرین تو بو محکمه کا یکسر آیت کا بلګه کا قلب بیتو بسر شیا بسر خاونه کیا یکون حجه علیه وليس حجه له دبی بلګه یک بسر یکسر یعنی دستی نه ده بشبهه یک او بوتو تو بل بام شبهه بقرنو بو آیت محکمه کا ک قرآن تو بو آیت محکمه کا یکسر دبی بلګه یک بسر یو دجی بیرو باورکی خویتی و بوچونه بطالکی خویتی آیتک تو با مصر کوتو دبی سر فراز دبیت و نزیکترین ریگه با اوی کوار رو بروی اهلی باطل بی توپی افرمه و اما جواب المفصل او جواب مجمل با کرتی جاری واوت من پیویستکا با کرتی والامی بیتوا اما تو لسریت شریک بخواب ریاردان یا ریگه که با شریک بخواب ریاردان بلام من خواهی گورم مهربان لسر توحید درستی کردم لسر توحید رایه نام اویل لجست و لسرشت ما درست کردو واز دونای نام بچم شون یک شب کم قوتی به شو به ایتیابه اما به مجملی تفصیلا و اما الجواب المفصل فإن اعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل زور جار رخنی زور یعنی بیت دجمنانی خوا رخنی یعنی زوره لسر ديني بيغمبران يصدون بها الناس عن لرقي أمر رخنانا وتسيكا مسلمان سار دكنا ولديني خويان يا ريقر دبن لويك خلقي تير مسلمان به لرقي أمر رخنانا
کلکاتک لای خوان رخنه اگر نه خوی او کروجی روناگوایه بلام اوان سیکن یصطادون فی الماء العکر لآوی اللیلہ چیکن راوکن دلین چی منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد انه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عليه السلام عليه الصلاه والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر او غيره باشا اما شكل شبهه كانيا دلين اما شريك بخبر ارنادين و باوریش من وایا که هیچ درس کرده نیه ایلا الله نبی تلا خالق ایلا الله تنها خوا درس کرده تنها خوا روزی داره تنها سود و قازانج من لدستی خواه گورو مهربانه او زرکان من لدور کاتوا و با تنها او شریشی نیه و محمد صلی الله علیه و سلم هیچ سود به نفسی خواه ناگینه نفعا ولا ضره نظرر و نزیان چه جای عبدالقادر و غیری عبدالقادری گیلانی رضا و رحمتی خواهی لیبه باش ای ما بسی استهر قصه دکا ام کابرایی که کوتو تناو شریک بو خواب ریدن با تاوی قصه کانی بخوینو دلی ولیکن انا مذنب بلا من تاوان بارم والصالحون لهم جاهون عند الله پیاو چاکانش مکانتو پیگیان هیلائی خوا و اطلب من الله بهم داوال لخوا دکم بوان یعنی لوان د پاره ما بو وی کوا پارانو کی من بگن بخوای گورو مهربان باشه اما استاتیه شبهه کیتی اما چیه شبهه کیتی فجاوبه تو ولامی بروا بما تقدم بو وی کوا رابردو وهو ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت مشرکانی سردمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دیانو چی؟ ایمه تاوان بارین، اوان چاکن، لرگی اوانو بخوادگین هر امیان داود یا نه؟ نفسی قصیان داود بلام کابرا دلی، ای باش آخر که من شریک بخواب ریر نادم آخر من باورم با پیغمبری خواهی علیه الصلاة والسلام که پیغمبره باورم با قیامت هیا ای خمس از دبو بتنابم تنها بم اعتقاده آیا من لچوارچوی اسلامتی که اومد رو یعنی لوی کبچم بونمونه دعوال قبری بکم این یو جکانم زکاتم روجو حجم ای قرآن خوندنم اما نه هموی ضربی سفره کره دلین پرسیار لخوی کن الین اگر پیاوک هات نوش کره روجو گره قرآن خونه زکات ده حجکا خیر و خیرات که حد د بردسه جونی بخوای گور ده و یک شقه کیله قران که هلدا آیا همو او نیجو عبادت و طاعتی هیچ استفاده لی دکا ده والله ما ده والله استفاده لی ناکا چکو کفر کی صریح کرتا ل دین اسلام چو درو جونی بخوای ده شقه له قران هلدا تا قران دران کابو همو او عبادتانی که کردویتی هیچ استفاده پی نه گیان بتال بو یو پچل بو یو اوی تو شمان شده چون اما کفر از نیودان بخوای گورو مهربان دعوا کردن نمردو یک شر کفره چون اما کرده وکان و نویجو طاعت و عبادت که تلوشینه توا وک اوای که باورد به پیغمبر نبه وک اوای که وانویجد نکرده به شرکوایا چی بطالکاتوا کارو کرده و چاکان بطالکاتوا تاک تاوانه که کرده وی چاک بطالکاتوا پوچالی دکا چیه شرک بخواب ریاردانه کابو چون جنیو دان بخوای گورو مهربان و سکایتی کردن با قرآن سر جمع عبادت کن با تعلقات و همیش به همان شی و شریک بخواب ریاردانه با نص قرآن خوای گورو فرمی چی لعاته که این الله یحکم بینهم فی ما هم فیه مختلفون این الله لا یهدی من هو کاذب کفار با کفر لقلمی ده و کوچندین آیاتی کج دینین لسروی کوا هر یک لام عبادتانه بو غیری خوای گورو مهربان کفر کی صریحه کس قربانی بو غیری خواب کا قربانی کردن سربرینی حیوانک عبادت که عبادت نیا کس کات حیوانی کی بو پیاو سروتی لبر خاطر تو سر بو خاصری نابرم کفر کردو نه کردو
كفري كردوتا بانو يشكرش بيه بازكاتي دا بحاجش با هيتش استفادي بناقيني استهزاء كردن بديني خوا كفر يا كفرنية هندق لواني كوا لو جنقل قلبي غمري خوايا بون عليه الصلاة والسلام قالوا إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إيماني هي نوجي هي طاعتي لقلبي غمر درشو عليه الصلاة والسلام بو غزاء هموي بوشل بو ايوه هموي زربي صفر بو قيمتي نية هيش دوانا باك أبراهت يا راك كر من نوجم كردم باورم بتوينا ويبي غمري خو عليه الصلاة والسلام باورم بقيامته خبتنا برستم استفاديني وقسانا أحكامي مرتد تنبيخه إنه والكتابة فقه كان بزن شيء ولا إنسان مرتد كاتوا يا باشا وكسي كمرتد بيتوا بس شيء مرتد بيتوا يا خوشا خوجوي لنا روي تيجي قولك أنجام دا عبادتك ديكا بي مرتد بيتوا تو ليش أرتي ويسام ليش زدروا أو جا إيه مش نارين هركسي سو ديار جورك دعوة لي كردو لي بارا ويتروا مرتد بيتوا يتر كافر بوا بيدين بوا وكوكا مشركان سردمي بيغمر إليها تو عليه الصلاة والسلام ويكوات سوا شكاري نكره ايما دلين فعلك كفرة جابا سريا دا سبي انا سبي او كل درسك اباس ما كر دبي اقامي حجي لسر بكره دبي شروط وموانع حسابي بو بكره لو وقته فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما أجر وتيم آياتان كهاتو تخواره وبكهاتو تخواره بو بتبرستكان واني كبتيان برستو تيجي بو بتبرست هاتو تخواره و ريجريج لا بتكان كراوا كابراي مشيك دالا استادو دتيم آيات بسر مناسب سبيني او تو من دبرد استي مشتك كانوا وهروها بيغمبرانو بياچا كان برد اسي سيوا بتكانوا جاري بيشا مشتك علين قاعده كي العلوم القرآن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب باشا هر ايتك اخواي غور هنا ايتك خواروا عبرتي داسيا فانت همو او معناك ايتك الاخو دغري تن هذا نابز يتسر او واقع او حاليك وا او وقتتي دابو اقرنا اتر اياتكاني قران زور بهر زور كاري بيناكري ام اتبو فلان كذابزيوه او ايش بو فلان كذابزيو ايش بمناكري ايش بوج ناكري ايش بوج ناكري ايش بوج ناكري كابو قران بشكوت كاري بيناكري بلان قران راستبو مجموعيك دابزيوه بلان احكام كاني معنى اياتكان تعرج قيامه كاري خويك العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب دواي اوا هيك كسني وتو ايما كسك پیرشنیك پیرمردك كاچت ديار گورك بدوري ده صورت و قرباني بودك و تو معنى مشتك و لديني خواه چوت دارو خلق ما مشتك نازاني اواني بدوري قبري عبدالقادر ده صورينا و رحمتي خواه لبه عزريان بوديني دولا جهليان هي نازاني نفامن پیوس حالي بكرين نمان دوكو وانوان بلام دلين همان فعلي اوان دوبار مكانوا نك خوای گور غضب تن لبر چون غضب لوان گرت چکو اوان شریکن بو خبر ردا وا ایو شمن شد دوباره دکنو و دو یو می پیغمبران ما نبر دو استی بتکانو و تو معنا عبادتك ک شایسته خوابه بو بتک نابه صرف بکری و بو به پیغمبر کش نابه و بو پیاچا کی کش نابه و بو فرشته و ملائکه تی کش نابه بو کس نابت او نه بلای خوای گور وكل درس كيراني رابردو باسمان كرد خواي گوره بله ايو اللي بتكان ما پارينو بلام قينا لپیغمبران پارينو ايو بتكان ما كان شفاعت واسطة لبيني خو مخوتانا بلام پیغمبران قيناكا كوا اشتوا لقرآن كوا لآيات كان اشتوا هيا خواه بمطلقي وبعامي باسي كروكو استدين اسر آيات كان بويا فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أرادوا أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكره فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين كاك خو أوبتا مشتك كان خو قشتي داوي لبتناكر هاي داوي لملائكة كردو أبي بلين قيناك أوانيك داوي لملائكة كان كردو إيش كان شاك باشا أبد أوي داوي لعيسى كري مريم كردوها
لو باراتو سزدي بوبردو قيناك او عزيري فرستوا ابد. ان الكفار منهم من يدعو الصالحين والاصنام ومنهم من يدعو الاولياء الذين قال الله فيهم اتر هما تششن بو فرستكان بلام خوا همو يعني بيكو باس كردوا بيك خطاب لقال همو يدواوا جاوازي وتفرقي نكردو تبيني كسك تشبكا پیغمبرک بپرسته لوی کوا کسه بد بپرسته کسه داواله پیغمبر بکا کسه داواله بت بکا کسه پیغمبر چی کرد به واسطه لبینی خو یو خوایا کسه بت چی کرد به واسطه لبینی خو یو خوایا خوای ګورم ربان او جاکارین کردو له قران او پیغمبر یې کردو علی صلی الله علیه هم یان پیکو بس کراون پیکو کو کراون ته قال تعالی اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. لسورة إسراء يعني لناو عرب جاهل كان هابو تي عند برست جنوكا جنوكا دا برست جنوكا ليدا ترسادة برست وكو للرواية كان هاتو كاتب دولك هذا الرويش ديوتي أعوذ بسيد هذا الوادي فنادا قرم بقوري أم دولة بجنوكا كان أوانيش أواني ترزال دابون بسريانا خوی جنوکه خوی لوازه دی بینی او کس پنای پیداگری او اندی ترزال دو بسری بلام که پیغمبر هات علیه الصلاة والسلام لگلوی کمرو وکان مسلمان بون جنوکش مسلمان بون لگلیانا و ایت صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن او کل سورة احقاف خوی گوره باسیکا لو جنوکانی که مشکان هبو دعوان لیده کردو بخوای اندزانی مسلمان بون خواهی گورا فرمی اوانی که ایو ایستا لیانده ترس نو جنو کانا لیانده پارین اوان متمانتان پیان اوان بخواین مسلمان بونیستا اوان بخواین داولا خواهی گورا دکن یعنی بو بحوشی خواهتان ناین اوان کوا بو مایتا بگن لسروی چی؟ لسروی که مشتکان تنها بتیان نپرستوا جنو کان پرستوا پیاچان کان پرستوا ملائکتیان پرستوا پیغمبریان پرستوا لگلو بتشان پرستوا وكبتكشان برستوا ما بستيان لو اني ام دارو برده ببرستن شخصك هي لناو ام بتيا مسماي ام بتيا كوبوتوا كو كل درسكاني رابردوا بس ما كن ان شاء الله درسي داهتوا زياتر ام باسا قصيله سركين ان شاء الله قولوا ما سمعتم استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.